مشاهدينا الكرام، انطلاقة الشوط الخامس بمشاركة 11 راسل الخيل العربية الأصيلة تكافؤ لمسافة 1700 متر. التقدم بالشعار الرصاصي، ولكن هنا المحاولة تأتي من شاويش رقم 9 كما نشاهد وإياكم مع المدرب حمد الجهني ملك السيد أحمد حسن مارك الجهني إلى المركز الأول، والخيال أرنولد لبين المركز الثاني منتصر مع المدرب الدكتور فهد سلمان الهاجري ملك السيد فيصل سالم شهواني والخيال شاكر البلوشي. ثالثا محاولات العريش مع المدرب بيرك لمارتين ملك السادة شيك بريسنج والخيال فالح بغنيم. رابعا محاولات السادة مربط إنجاز والمدرب جهاد خالد الأحمد. إذا نشاهد مجدور في المركز الرابع، في المركز الخامس الأدعج مع منصور الشهواني والخيال متعب علي الصعاق. الجياد تتجه نحو المنعطف قبل الأخير، لازلنا نشاهد الصدارة هنا مع منتصر رقم 8 وشاويش من خلفه تماما، والمتابعة تأتي من العريش في ثالث المراكز مع فالح بغنيم وأعلى الأوزان في هذا الشوط. إذا شاويش في المركز الأول والتقدم مرة أخرى، ولكن منتصر محاولة قوية والجياد عند المنعطف قبل الأخير. نشاهد شاويش مع المالك الجهني في المركز الأول، محاولة من منتصف في المركز الثاني، العريش في المركز الثالث، أيضا المتابعة تأتي من الأدعج والمحاولات من رماح وخطاب دوفاس من الجهة الخارجية. هنا الانعطاف الأخير والتوجه نحو الخط المستقيم. نشاهد شاويش سلالة نظام حتى الآن في المركز الأول، ولكن محاولة أيضا قوية من بقية الجيادة كما نتابع وإياكم هنا للدفاع القوي من خلال الشعار الأخضر ومحاولات مستميتة من رماح وكذلك العريش، ولكن هنا شاويش حتى الآن متصدر المشهد، ولكن رماح إلى المركز الثاني. محاولة في الأمتار الأخيرة ما بين الجياد شاويش ورماح، ولكن المركز الأول مع شاويش.